اهلا بحضراتكم مشاهدينا في تعمير. النهارده احنا موجودين داخل شركه بيتر هوم في القاهره الجديده. حبينا ان احنا نزور الشركه وكمان نتعرف على المشروعات اللي موجوده داخل الشركه ونعرف نبذه عنها تاني ونتعرف باستفاضه اكتر عن مشروع كايرو بيزنس بلازا. هيكون لقائنا النهارده وكلامنا مع المهندس وليد بدر الرئيس التنفيذي لشركه بيتر هوم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا رانيا، اهلا بيكي واهلا بفريق العمل ومنورينا في كايرو بيزنس بلازا القاهره الجديده، المبنى الإداري والمقر الرئيسي لشركة بيتر هوم. أهلا بيكم. احنا كنا يعني اتكلمنا مع حضرتك قبل كده وزورنا 4 مشروعات لشركة بيتر هوم وكمان زورناهم على أرض الواقع يعني ونقلناها للمشاهدين. حابة أن حضرتك في البداية تدينا نبذة بسيطة عنها نفكر المشاهدين بيها تاني أكيد. ونبدأ نتكلم على كايرو بيزنس بلازا. أكيد احنا يعني نفكر السادة المشاهدين في الحلقتين اللي فاتوا احنا زورنا فيه المشروعات السكنية الخاصة ببيتر هوم. احنا عندنا 4 مشروعات سكنية، ميد تاون سولو، ميد تاون فيلا، ميد تاون كوندو، وميد تاون سكاي. الحلقة الأولانية احنا شفنا فيها ميد تاون فيلا وميد تاون سولو، دي يعني تجمعات سكنية عبارة عن فيلات وتوين هاوسز وتوين فيلاز. الحلقة الثانية شفنا فيها نوعية مختلفة شوية من الإسكان، كنا بنتكلم على ميد تاون كوندو وميد تاون سكاي. ميد تاون كوندو اللي احنا يعني صورنا الحلقة فيها كانت عبارة عن عمارات كلها شقق سكنية، غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف. الكومباوند كان فيه حوالي بنتكلم على 2500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المناطق التجارية والمناطق الترفيهية. ميد تاون سكاي مختلف شوية ان هو بيجمع، ويمكن ده اكبر تجمع سكني لبيتر هوم في العاصمة الإدارية، ان هو بنتكلم ان هو بيجمع ما بين المزيج الفيلات والتوين هاوسز والتوين فيلاز مع العمارات السكنية، والحقيقة برضو بيشمل فيه المناطق التجارية والمناطق الترفيهية والكلاب هاوسز. ويمكن احنا بنشرف ان احنا كبيتر هوم اول مطور عقاري دخل العاصمة، واول رخصة سكنية كانت في ميد تاون فيلا اللي احنا زرناها في الحلقة الاولانية. يعني احنا كمان والله بنفخر ان حضرتك بتقول كده. طيب خليني اتكلم مع حضرتك النهارده، احنا موجودين في نموذج، ده نموذج كايرو بيزنس بلازا في القاهره الجديده. بصي او نموذج مصغر خلينا نقول بالظبط عن بالزبط. مشروعنا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده كايرو بيزنس بلازا القاهره الجديده، ده يعتبر واحد من اللاند ماركس اللي في القاهره الجديده، ويمكن ال 90 الشارع 90 الشمالي اللي هو المبنى موجود فيه يعتبر علامة مميزة. الكل بيشاور على أي مكان عايز يروح فيه بكايرو بيزنس بلازا. المبنى هنا ده من أوائل المباني الإدارية اللي أقيمت في القاهرة الجديدة. هو عبارة عن مبنيين متصلين في أجزاء ومنفصلين في أجزاء، 6 أدوار. الإدارة بتاعت بيتر هوم المقر الإداري موجود في هذا المبنى، بيشمل بقى الجزء السيل سنترز والماركتينج والإدارة الهندسية ومكاتب رؤساء مجلس الإدارة والإدارة عامة موجود هنا في المبنى ده. ده المبنى اللي احنا موجودين فيه اللي انتوا مشرفينا فيه. لو حضرتك بقى شرحت لنا المشروع الجديد النهاردة كايرو بيزنس بلازا في العاصمة الإدارية الجديدة. بصي احنا طبعا النهاردة بنتكلم على توجه مختلف وابروتش مختلف خالص عن اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقتين اللي فاتوا. احنا بنتكلم على مشروعات بيتر هوم الإدارية. برضو احنا زي ما كنا السباقين في دخول العاصمة، المشروعات السكنية واول رخصة سكنية كانت تتاخد في العاصمة هي مشروع ميد تاون فيلا. المشروع اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي هو كايرو بيزنس بلازا العاصمة الإدارية يعتبر ثالث رخصة مباني إدارية تتاخد في العاصمة. احنا عندنا لو بنتكلم بوجه عام احنا عندنا 6 مباني إدارية في العاصمة. المباني دي حاليا كلها في طور الإنشاء باختلاف مراحل الإنشاء بتاعتها، وبمسطحات مختلفة، بنتكلم من حوالي 6000 متر إلى 25,000 متر. المبنى اللي احنا هنتكلم عليه اللي احنا الحقيقه بنفخر بيه، المبنى اللي هنتكلم عليه ده مبنى كايرو بيزنس بلازا العاصمه. المبنى ده بيقع في المباني كلها بتقع في حي المال والاعمال، محاط بقى بكل المباني الاداريه المميزه في العاصمه،
بيجاوروا البورصة المصرية أو 7 في الداون تاون. جنبنا على طول في البورصة المصرية، في جنبنا كل البنوك العالمية، بنتكلم على 10 دقائق من مطار القاهرة، بنتكلم على دقائق من طريق بن زايد الجنوبي، حي الملوى، الأعمال كله ده يعتبر السنتر بتاعه. فده المبنى بتاعنا. المشروع مساحته قد ايه يا باشمهندس؟ المشروع مساحته 25000 متر، هو عبارة عن تقريبا يعني طبعا هو عبارة عن اربع مباني مش مبنى واحد. والحقيقة باتر هوم يعني انا مش عايز اختزل المباني الادارية في باتر هوم كفقط مباني ادارية. احنا من باتر هوم من اول دخولها العاصمة وهي بتتبنى فكرة الاستدامة اللي هي الفكر اللي قايمة عليه العاصمة الإدارية الجديدة كلها، والتخطيط العام للعاصمة الإدارية الجديدة قايم عليها. ويعني أحب أشرح كده ببساطة للمشاهدين إيه المقصود بالفكر الاستدامة. الاستدامة ببساطة إحنا بنتكلم على إزاي أقدر أوفر للمستخدم، إذا كان مستخدم المبنى أو مستخدم الفيلا أو مستخدم الكومباوند، الحياة والرفاهية المطلوبة للعيشة بدون ما أقصر، ما يكون في تأثير على المستقبل، على مستقبل نفس الريسورسز ونفس الرفاهية للمستقبل الأجيال القادمة. الكلام ده بيستتبعه أن أنا لازم أوفر بقدر الإمكان في الطاقة المستخدمة حاليا، استهلاكي للطاقة داخل المبنى، داخل المبنى او داخل الكومباوند او داخل اي في جميع مشروعات بالظبط كده. في نفس الوقت بحاول اقلل بقدر الامكان انبعاثات الحرارة وثاني اكسيد الكربون اللي بيصدر من استخدامي لهذه المباني، بحاول اقلل بقدر الامكان اي نفايات او اي ملوثات ممكن تاثر على الاجيال القادمه. ده بيكون من اول بدايه التصميم بنبقى عاملين حسابنا لده بالظبط، احنا المشروع مستدام بالظبط، بيحافظ على الطاقة والاستدامة بالظبط. حضرتك اشرح لنا أكتر. بصي، هو المباني الإدارية دلوقتي في ترند عالمي، وطبعا احنا نعتبر برضو سباقين في هذا التوجه، في الليد جرين بيلدينج. ليد جرين بيلدينج سيرتيفيكيشن ده دي شهادة أو سيرتيفيكت بتصدر من الأمريكان جرين بيلدينج سوسايتي أو أسوسيشن. دي الهدف منها ان هي بتدي صلاحية للمبنى كاستخدام اخضر جرين بيلدينجز، وهي الشهادة دي حاليا ده توجه عالمي، كل المباني الادارية في العالم والشركات الكبرى محدش دلوقتي بيخش يستخدم المباني الادارية غير لما بيكون هذا التوجه وهذا هذه الشهادة موجودة. بتبتدي من مرحلة التصميم، الليد احنا بنتكلم على leadership in environmental and energy design. الديزاين اللي هو بنبتدي من اول مرحله التصميم لازم بيراعى فيه تماما كيفيه استخدام المبنى باقل قدر ممكن من الطاقه المستخدمه. فاحنا لو هنتكلم على كايرو بيزنس بلازا، اداره التصميم عندنا الحقيقه كان لها دور كبير جدا ان هي قامت بمجهود ضخم علشان تحول المبنى ده الى مجموعه من الكتل البنائيه. هو اربع كتل بنائيه، احنا بنتكلم هديلك فكره بس بريف كده عن المبنى نفسه. هو اربع مباني متصلين، الاربع مباني دول ارتفاعاتهم بتتراوح ما بين 5 و7 ادوار بلس طبعا دور البدروم. التصميم نتج عنه ان انا قدرت ادخل الاضاءه الطبيعيه بدون استخدام اضاءه صناعيه داخل المبنى لحوالي يمكن 55% من مسطحات المبنى. يعني انا النهارده قدرت اوفر في الدي لايت ان انا ما استخدمش طاقه صناعيه لحوالي 55% من مساحه المبنى. ده لو بنتكلم على مجرد بس الكتله البنائيه للمبنى. لو دخلنا بشكل ادق في الواجهات المبنى اللي هو الغلاف المكون للمبنى نفسه، احنا طبعا المبنى كله محاط بكيرتن وول. الكيرتن وول ده بنستخدم فيه طبعا مسطحات زجاجيه بلس خامات صناعيه وخامات طبيعيه زي الرخام وما اشبه. كل الخامات المستخدمه دي بيراعى فيها تماما تقليل بقدر الامكان دخول الحراره الى داخل المبنى،
يوفر الإضاءة وتقليل الحرارة، وبالتالي تقليل الحرارة يعني بقلل من الانرجي المستخدمة في التكييف وفي أجهزة التكييف الداخلية، وبالتالي ده من البارامترز والعوامل اللي بتراعي الليد سيرتيفيكيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها. بالإضافة إلى نفس الكيرتن وولز المستخدمة دي فيها زي اريشن سيستم بيساعد كمان جوه ان التهويه الطبيعيه تخش لي جوه المبنى، فبقلل برضو من الكونسومشن للفنتيليشن والاريشن سيستم المستخدمه جوه المبنى. ده لو اتكلمنا على الواجهات. طبعا بالاضافه الى عندنا يمكن هقول لك بعض المصطلحات المعماريه شويه، في حاجه بنسميها كسرات الضوء او كسرات الشمس. كل واجهه من واجهات المبنى هتلاقي ان هي مدروسه بشكل مختلف عن الواجهة الأخرى على حسب زوايا الشمس وحركتها على مدار اليوم للمبنى، فهتلاقي كل واجهة من الواجهات معالجة بشكل مختلف باستخدام كسرات الشمس، بحيث ان هي بتوجه الإضاءة وأشعة الشمس لدايركشن معين جوه المبنى. كل ده عشان في النهاية نستفيد من الطاقة الطبيعية أكتر. بالضبط كده. لو أضفنا لكده السطح بتاع المبنى نفسه، السطح بنستخدم فيه خامات وأرضيات مقاومة للحرارة، بنستخدم فيه أو يعني عاملين فيه تصميم للمناطق الخضراء، في مناطق خضراء فوق وشجيرات بتوفر ظلال بتقلل كمان من الـ 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 أو يعني درجات الحرارة اللي ممكن تخش جوه المبنى. كل دي تولز بتساعدك انك تقللي استخدامك للطاقة الصناعية من اضاءة او اجهزة تكييف او. حلو جدا الكلام ده. طب خليني اسأل حضرتك، يعني احنا وصلنا لحد فين في التنفيذ للمشروع، وعايز اعرف برضو هل ده اداري فقط ولا اداري وتجاري؟ بصي انا زي ما قلتلك احنا عندنا ست مباني ادارية، في بعضها في ميكست يوز اداري وتجاري، وفي بعضها بيبقى اداري فقط. يعني حاليا جاري دراسة، لان في بعض الاحيان بيبقى يحصل فيها بعض التعديلات ممكن يبقى الدور الارضي يتحول لتجاري، لسه دي في مرحلة الدراسة شوية. احنا عندنا بقية المباني الادارية تقريبا لسه في مرحلة الانشاء وبنستكملها، والتفاصيل اللي انا بحكي لك عليها دي بتاخد شويه وقت عشان نطلع بمنتج فعلا يفخر بيه. ايوه بس احنا شايفين يعني انتوا خلصتوا جزء كبير قوي من الانشاءات. طبعا. لا بصي احنا كايرو بيزنس بلازا احنا مخلصين طبعا الخرسانات والمباني خلصانه من يمكن من سنه او اقل دلوقتي. حاليا شغالين في مرحله التشطيبات والواجهات الخارجيه والالكتروميكانيكال والبدرومات. انا عايز اقول لك المبنى ده بكامل مسطحه بكلمك على 25000 متر باركينج. ومن الحاجات اللي بتراعي في الباركينج برضو ان احنا موفرين الشواحن الكهربائيه للسيارات الكهربائيه، ودي من ضمن الحاجات. طبعا احنا بنبص للمستقبل. بالظبط كده. هي الحقيقه السيارات الكهربائيه ما بقتش مستقبل دلوقتي، يعني صحيح هي مش مستقبل بقت متوفره دلوقتي بشكل كبير، فده من ضمن الحاجات اللي احنا شغالين عليها. يعني ان شاء الله يعني متوقعين باذن الله يمكن على اخر 24 باذن الله، لان طبعا انت عارف احنا برضو زيه وزي المباني الريزيدنشال عندنا احنا بنسلم المبنى تشطيب خارجي وجزء من التشطيب الداخلي. هل في وحدات لسه متاحه ولا بعتوا كل الوحدات؟ لا احنا الحقيقه المعروض زي ما قلت لك هو المبنى مكون من 4 مباني A B C D. الاي والبي هو دول اللي كانوا مطروحين، وعلى ما اظن يعني نسبه المبيعات بتاعتهم الحمد لله نسبه كبيره. السي والدي هم اللي يمكن هنبتدي نطرح فيهم قريب باذن الله. هتطرحوه بالكامل يا باشمهندس ولا انتوا بتشيلوا جزء محدد مثلا ما بنبيعوش النهارده او الفتره دي؟ والله بصي على حسب بقى متغيرات السوق، انت عارفه السوق فيه متغيرات كتير قوي ومتطلبات السوق كمان، وزي ما بقول لك احنا مش بنسلم عميل غير لما انا اكون مطمن بنسبه كبيره جدا ان هو ده البرودكت اللي انا عايز اسلمه للعميل. لو انا اتكلمت مع حضرتك برضو باستفاضه اكتر، يعني انتوا عندكم النهارده شركه اداره داخل بيتر هوم، مش هتجيبوا شركه اداره من الخارج لمشروع كايرو بيزنس بلازا؟ شركه الاداره عندنا بروجكتس، ودي من الحاجات اللي احنا من الديبارتمنتس اللي احنا بنفخر بيها. هي فعلا بدا دورها
يبتدي يظهر، بالذات في الكومباوندز اللي هي بدات تتحول لليفنج زونز زي ميد تاون فيلا وميد تاون سولو. وبدانا كمان الحمد لله، يمكن انا وعدتك من الحلقه اللي فاتت ان احنا على بدايه السنه هنبتدي نسلم في كوندو، وبدانا فعلا نسلم في كوندو. وبدا دور شركه بروجكتس يظهر. شركه بروجكتس بتقوم بكافه اعمال الصيانه الخاصه بكل الكومباوندز بتاعتنا، من ناحيه الويست مانجمنت، النظافه، الري الحدائق، الحمامات السباحه، الامن، وده شيء مهم جدا بالنسبه لنا، يمكن اتكلمنا عليه اكتر من مره قبل كده من خلال المنظومه الامنيه بتاعتنا والكاميرات المراقبه وكل السيستم الامني بتاعنا. فهي الحقيقه يعني اي مبدور هايل. وفي المباني الاداريه كمان يعني دورها بيبقى اكبر. ايه فكره بيتر هوم ان هي متواجده بقوه داخل العاصمه الاداريه الجديده؟ بصي، احنا يعني احنا الحقيقه التوجه بتاع الدوله في ان هو العاصمه هي دي الشريان الطبيعي والمنطقي دلوقتي لامتداد القاهره الجديده. فيعني ده الحقيقه احنا بنؤمن بهذا التوجه، والحقيقه ده كل يوم شركه العاصمه بتثبت ده اكتر، وبتثبت جديتها قد ايه ان هو فعلا هو ده التوجه. والحقيقه العميل بتاعنا كمان مصدق فينا، بدليل ان زي يمكن قلت لك قبل كده ان الحمد لله نسبه المبيعات عاليه جدا، الساتسفاكشن من البرودكت اللي بنسلمه للعميل الحمد لله بيجي لنا فيري جود فيدباك. واحنا الحكايه دي انا شخصيا بتابعها بشكل دقيق، لان ده بالنسبه لي هو ده الترمومتر احنا ماشيين ازاي. صحيح. فالحمد لله احنا القرار من دي 1 ان احنا نخش العاصمه يعني بكثافه وبمصداقيه وبهذا الكم من المشاريع، الحمد لله الايام اثبتت ان هو كان قرار صائب جدا. هل هيكون في مشاريع جديده اخرى الفتره القادمه؟ ان شاء الله باذن الله. احنا شغالين على كذا مشروع تاني، يعني نفضل طبعا ان احنا نتكلم عنه في حينه، لكن اكيد طبعا طول ما التوجه مستمر والفكر مستمر والمصداقيه موجوده عند كل الاطراف، اكيد ان شاء الله هيبقى في مشروعات جديده، وان شاء الله تزورونا فيها ونتعرف على تفاصيلها في حين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. احنا دايما بنبقى متواجدين مع حضرتك في كل المشروعات وكل التفاصيل، وبننقلها كمان للمشاهد، واحنا دايما سعداء ان احنا بنشارككم اللحظات الجميله دي، وننقل كمان المجهود الكبير اللي حضرتك بتعملوه هنا في الشركه. الحمد لله، واحنا سعداء بيكم بوجودكم، والحقيقه احنا فعلا بنتفائل بيكم بوجودكم معانا، وان شاء الله باذن الله يعني انا نفسي ان شاء الله الحلقه اللي جايه نروح بقى مول او نروح مبنى اداري او نروح مبنى أو منطقه سكنيه، نلقاها في مشروع سكني ان شاء الله قريب. ده ضروري ان شاء الله، ويبقى فعلا الكلاينتس يبقوا موجودين. انا فعلا انا يعني انت مش متخيله سعادتي ان انا دايما تسمع الفيدباك. بالظبط كده، الفيدباك الحمد لله جيد جدا، وده نابع من مصداقيه وفكر وتركيز في اللي احنا بنعمله الحمد لله، علشان نوصل للهدف اللي احنا عايزين نوصله الحمد لله. ان شاء الله توصلوا للهدف ودايما في نجاح. باشمهندس بشكرك وبالتوفيق باذن الله. شكرا يا رانيا، وشكرا لفريق العمل كله، وان شاء الله كده نتقابل بقى في مناسبه ثانيه ان شاء الله باذن الله.